لانا، اي الاماكن ستكون امنه اذا قامت حرب عالميه ثالثه؟ اهلا بكما حنين واسامه. النزاعات فعلا كثيره حول العالم حاليا، فحرب في غزه واقتتال في السودان وصراع في اوكرانيا وضربات هنا وهناك، وايضا جنوب لبنان ملتهب. تصاعدت الصراعات وزادت معها تكهنات بان حربا عالميه ثالثه قد تكون في الافق. ولكن ماذا لو قامت الحرب فعلا؟ فأين يمكن الذهاب؟ من أقصى جنوب القائمة، من أقصى جنوب الكوكب تبدأ القائمة، القارة القطبية الجنوبية، مناظر جميلة خلابة، لكن بسبب موقعها من غير المرجح أن يرتادها عدد كبير من الناس في حالة نشوب الحرب. قيام حرب عالمية ثالثة يعني استخدام أسلحة نووية، أي يعني تلفاً في المحاصيل والمجاعة، ونتيجة ذلك ستكون الأرجنتين مكاناً جيداً للعيش بفضل وفرة المحاصيل مثل القمح. ومثل جارتها الأرجنتين، تنعم تشيلي بتنوع في المحاصيل والموارد الطبيعية المختلفة، كما أنها أيضاً الأكثر تقدماً في أمريكا الجنوبية. الدولة التالية هي جزر فيجي، غنية بالموارد الطبيعية لكن فقيرة عسكريا، فجيشها يضم 6000 رجل فقط، لكن هذا يعني أنها آمنة للعيش وتحتل مرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي. دول عدة عرفت بالحياد السياسي واحتلت مراتب عالية في مؤشر السلام العالمي أيضا، مثل سويسرا، غرينلاند وإندونيسيا وأيسلندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، التي تعد من أكثر البلدان سلمية في العالم، دول ضمنت أمنها ربما إن نشبت الحرب.